السلام عليكم متتبعين قناة مجال الربح من الانترنت دي زد. لأول مرة تفوتوا في القناة مساج تضعون اللايك تشتركوا في القناة وبضغط زر سبسكرايب تفعلوا جرس بس وصلكم كل جديد أنا نزل في القناة وليتس جيت ستارتد. سو اليوم جيت لكم فيديو شباب بزاف رابط التطبيق غادي يكون في صندوق الوصف. أول ما تسجلوا في التطبيق ولا أول ما تدخلوا في التطبيق غادي يعطيكم 500 نقطة يعني 1 دولار بونس. بعدك نبدأ نربحو في التطبيق. أول شيء تقو تربحو من الكالوندري نروح ونشوفو شحال اللي ربحت أنا من الكالوندري. يخرجوا لكم بعض الفيديوهات يعني من الدقيقة اللي ما كون تشوفو. هذه هي الجائزة وهذه تاع الدايليز وهادو من حكيت الكوبون قاع ربحتهم يعني عندي 800. هنايا طرق السحب كيما راكم تشوفوا كوينز عندي 803 باي بال 803 باي بال اي دي يعني طق وغير تربحوا ارباحكم تقعدوا تسحبوهم. كاين كاين باي سير كاين باي بال وكاين بنك كيما راكم تشوفوا. انا غادي نقولوا لي مو 2 دولار ونسحبوها مع بعضنا. سو دوكا عندي 800. اول شيء كاين سبين عشان سبين يوميا ثم نوما مدوروه مازال ما عرفتش لهذا السبين الله الدروك مازال ما تعرفتش على السبين. عشرين نقطة كملوا كامل لي سبين كمل كاع لي سبين ونرجع لكم كيما راكم تشوفوا دوك نربح 500 نقطه. واو من كاين فيديوهات يعني نسبه المصداقيه تاع التطبيق مليحه يعني قول 5% 10% مش 10% يعني نقول 50% مصداقيه تاع التطبيق. غادي نسحبوا كامل في رحبه مرة تانية 500 نقطة مرة ثالثة 500 نقطة نشوفوا هاد تقريبا خدينا 2 دولار ولا من السبين كدينا 5 نقاط. هذا آخر سبين 30 نقطة من السبين كون دوكا غادي نشوف شعال المينا ملاسبين دقيقة يعني بيبليسيتي قصيرة يعني في عبر 5 سكوند أبخي نختارو باي بال كيما هكا ونكتبو شعال عنا كريديت 2 4 3 8 4 دولار فاصل 88 يعني تقريبا في 10 دقائق جيبوا يعني حد كبير بزاف من الدولارات يعني جبت مسبين تقريبا 3 دولار. بعدها كاين الحك تاع بعض الاوراق يعني تحكوهم يعطوكم كريديت كما راكم تشوفوا يعني هذول ما كاينش ربح كبير منهم يعني اكثر ربح يكون من السبين حتى دعوه الاصدقاء وما فيهاش ربح كبير يعني برك 5 ولا 6. رابط التطبيق اكيد راح يكون في صندوق الوصف يعني مثل كل مره. شوفوا يعني يعطوكم برك 4 2 عطوني في هذاك سبين برك 2 خطرات 0 يعني برك 2 خطرات كما تشوفوا 6 قليله قليله يعني غادي نسيو نوصلوا 5 دولار يعني تبان لي سهله بزاف كما تشوفوا
يعني نقاط قليلة ماكسيموم نورمالمون تدو 50 نقطة ماكسيموم. دوكا دي 13 15 9 12 12 كما تشوفوا دروك غادي نروح نسحب ال 5 دولار تاعي بيبال كوين 5 12 شو غادي نديرو غي 5000 هكا اون ايديا ما كتبتش الايميل دوك غادي نكتب الايميل خصص 17500 17500 نقطة يعني 35 دولار كما كنتم تشوفون يعني 5 دولار جبتها 5 دقائق كل 5 دقائق تجيبوا الفيديو اليوم ما تنساوش تعطولها لايك تشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب تعالوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ننزلوا في القناة وقولوا لي إلا كنت باغي ندير لكم قناة جيمنج ولا لا مع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله.